لا تقول لي كاني ولا ماني، طول لي بالك ثواني، مقلبنا وعلى الماشي اضحك شوي وبنضحكك، نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي. برنامجنا كوميدي وهادف، برنامج كاميرا خافية، برنامج لايق لي شوفوا ركز فرفش وصحصح معنا انت بس بتنعنش، لا يوقع مقلب فيك. باب الزاوية الخليل؟ خليل او مش انا بالخليل. انت في الخليل؟ هو انا انت في نابلس. نابلس؟ فليش ابني بقول انا في الخليل نزلني، وانا بقول انا في الخليل نزل على دوار باب الزاوية. انت اول مرة تيجي هان يعني؟ ما بعرفش ابني، كنت مع ابني. انت من وين؟ انا من الخليل. ومش عارف الخليل يعني؟ بعرفش. انت في رام الله؟ ما طلعنا برام الله. انت مش عارف؟ فليش ابني بقول انا في الخليل. ابنك بحكي لك؟ نزلني هون قال انا بالخليل. وين ابنك؟ نزلني وقال انزل باب الزاوية بجيك. طب وين ابنك؟ احنا وين بالخليل؟ انا نابلس. انت في رام الله؟ رام الله انا. انت في رام الله. سلامات، كيف حالك يا عم؟ الزلمه بحكي لك ابنه منزله هنا غندور. شو غندور؟ ابنه منزله هنا، بحكي له روح سار تعال عند باب الزاوية على اساس انه في الخليل. طب وين بدك ناخذك يا عم انت؟ طب ليش ابني بقول لي انا في الخليل؟ وين ابنك؟ انا بدي احكي معه، هات لي رقمه. بعرفش رقمه يا عمي. طب وين بدك ياخذك؟ بعرفش انا ليش نزلني هو هون. انت حاليا وين بدك تروح؟ انا في الخليل. لا انت في رام الله يا عمي. انا نازل باب الزاويه. وين باب الزاويه؟ انا انزل هناك على دوار المناره واحكي لهم تطلع على باب الزاويه ودوك على السيارات. طب ليش ابني انا ضحك علي هيك؟ طب اعطيني رقم ابنك احكي. مش حافظه يا عمي. طب وين بدك ياخذك؟ بعرفش. بتعرف شلون بدك؟ بعرفش وين بدي اروح. طب ابنك وين سابك؟ نزلني من السيارة اللي انزلت بجيك على باب الزاوية. اما طلاب تحكوا انت جادر شو بتقولوا انتوا قاعدين؟ يعني انت مش عارف الخليل؟ بعرفش يا عمي، انا مش من الخليل انا. لا انت من وين؟ من الخليل انا يا عمي. طيب يعني مش عارف باب الزاوية، مش عارف انت في الخليل ولا لا؟ يا عمي والله ما بعرف شيء يا عمي. انت سكان الخليل يعني؟ خليلي حبيبي. بتعرف شو الخليل يعني؟ يا عمي والله ما انا عارف كثير يا عمي، انا مريض يا عمي. مالك يا عمي؟ سلامتك. تعبان انا يا عمي. شو مالك؟ انا وين هلا؟ هلا في رام الله انت. ليش ابني سوى معي هيك كده انا؟ خلص حصل شيء بجوز هو بسيط، يمكن هو مخربط او انت مخربط. خلص يا عم بسيط، حلي 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 حلي. بدك اشي يا حاج؟ بدك اشي ياخذك على ليش الربان ابني هون هيك سوى معي؟ طب ايش بدك؟ وين بدك ياخذك؟ انا باخذك وين ما بدك. وين بدك تروح؟ احكي لي يا عم. شمالك يا حاج؟ اخذ. شمالك يا ابو؟ وين بدك تروح؟ احكي لي. عاوز شيء يا ابو؟ لا بديش شيء يا ابو السبودي. حبيبي يا وردي. وين بدك تروح انت طيب؟ بعرفش انا وين انا. يا عم انت في رام الله، وين بدك تروح؟ ليش ابني ربوني انا اخبره؟ سيبك من ابنك، ابنك اعتبره مش موجود. خلص هي اولادك، هي خمس اولادك، وين بدك تروح؟ وين بدك تروح؟ على الخليل يعني؟ انا قاعد في الخليل، انا شو جاب ده هوني؟ وين كنت طالع مع ابنك؟ بعرفش، اخذني انا بالمستشفى، اذا بديك على الدار يشربوني هوني. كنت في المستشفى انت؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب وين بدك تروح على الخليل يعني؟ بدك تروح؟ روح يا عمي انا بعرفش وين انا المشكلة. طيب بالروح. روح لي بالمستشفى الزلمة. لو وصلت الخليل بتعرف تروح يعني؟ بعرف اروح يعني. سكان وين في الخليل انت؟ تطلع معي على الخليل. تطلع معي على الخليل يا عمي. تطلع معك على الخليل. بنوديك تطلع معي على الخليل. كل احترام والله يا عمي، كل احترام. معاكم برنامج الكاميرا الخفيه يا عمي، اتشكركم جدا على موقفكم الحلو والرائع، كل احترام. نزلني قال لي انا في الخليل. انا ابنك يا حاج. ابني جاب نزلني من المستشفى قال لي انزل لسوف السياره واجيك. انا في رام الله يا حاج.
في شيل خليل احنا. ثواني يابا. الو. طيب وين ابنك؟ وين نزلك؟ وين ابني؟ نزلني من المستشفى، نزلني من السياره اللي انت في الخليل. انزل اصف السياره واجيك. انزل على باب الزاويه. نزلك من المستشفى قبل شوي يعني؟ نزلني من السياره، قال لي ده صف السياره، انزل على باب الزاويه من هون وانا بجيك. يعني احنا مش في الخليل؟ احنا برام الله. طيب ليش ابني بقول لي ده في الخليل؟ طول روحك يا حاج. طيب ليش سوى معي هيك ابني؟ طيب ليش نزلني هوني؟ طول بالك، كلنا طول بالك، هدي شوي. هدي. جابك من المستشفى على هوني؟ قال لي بصف السياره وانا بجيك. طيب لسه ما معي هيك ابني. طيب وينه ابنك؟ وينه؟ محتاج رقم. وش اسمك انت يا حاج؟ طول روحك يا حاج، انا داري مفتوحه لك واسلم لك وكل شيء عندي لك يا حاج. بس شوي بدك تروح على المجمع حاج، نوصلك على المجمع. لا لا لا، تروح معي على الدار اغديك. يا ابي اصيل انت، يا ابي اصيل. معي على الدار يا ابي. والله يا ريت ابني سوى هيك زي ما انت بتسوي قاعد بتحكي. طيب ابني ليش ريري روح معي على الدار. روح معي على الدار انت. اصيل يا حاج، اصيل اصيل، الله يرضى عليك. رد علي بثلاثه. لا يا عبدي شغلبك حبيبي، والله حبيبي، الله يسعدك. شو تغلبني يا زلمه؟ الله يرضى عليك. انا ابني ابني يا زلمه ليش يرميني هوني؟ يقول لي انا في الخليل. ليش ابني يرميني هوني؟ الغريب اللي بيعرفوش انا بعرف على باله ده ياخذني وابني يرميني. دورنا كلها مفتوحه لك يا حاج، ولا على بالك. قول يا رب بس، قول يا رب. طب امشي معي، روح اسمع. طب تعال روح على الدار وابنك بنجيبه احنا، شو رايك؟ لا اصيل يا عمي انت، اصيل الله يسعدك يا رب حبيبي. يا زلمه روح امشي معي على الدار انت. اصيل الله يسعدك. أجيب يا رب السياره واخذه حبيبي. هاي سيارتي هون، اجيبها انا. اشكرك جدا على الموقف الحلو. انا زاد بكاء لما شفتك انت دمعت وحزنت. احنا معك برنامج كاميرا خفيفه. اتشكرك جدا على موقفك الحلو. اصيل كاميرا بيم مش تحملني، لانه انا كل احترام لك يا شباب. خلينا نقول الكاميرا باي مع بعضينا. قال لي انزل على باب الزاويه بلاقيك باب الزاويه. هن رام الله، قلت انت في رام الله. كان مش في الخليل احنا؟ لا. طب ولا اروح انا هلقيت؟ نعم. ليش ابني نزلني هون؟ والله ما بعرف حج، رام الله هذا مخربط كنا هون. كيف يعني مش عارف رام الله من الخليل هو؟ بعرف ايش نزلني بالمستشفى اللي انت رام الله يا. قال لي خليك نازل على باب الزاويه. اه ما بعرف اسالها حج. طيب شو بدي اعمل انا هلقيت؟ وين اروح؟ ليش سوى معي هيك؟ رن علي التليفون شوي. معيش تليفون. معك رقم اخذ احكي معك. معيش بعرفش ارقام. ليش سوى فيي هيك؟ وين احنا يا عمي؟ رام الله يا حج. مش الخليل انا؟ طيب ليش رماني هون ابني؟ قالوا لي رماني. ليش نزلني هون روح؟ انت من وين يا حاج؟ من الخليل انا يا عمي، ليش حطيتني هون؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. ابنه ابنه ابنه. ليش ابني حطيتني هون روح؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي. يعني باب الزاوية مش هون معدينها؟ يا عمي انت في رام الله يا حاج، انت في رام الله. ليش ابني رماني يا عمي هوني؟ ما بعرف. ليش سوى معي طب هيك؟ بعين الله حج. شو عمل يا عمي انا لقيت؟ يعني انت توديني على المجمع يا عمي؟ ايه بطلعك في تاكسي حج على المجمع، هو بوصلك. طب يا عمي انا كنت بغلبك يا عمي. نعم. بغلبك هيك ممكن. لا بتغلب شهادة حج. يا زلمة ابني رماني انت توصل لي. بوصلك خلص. اولادك يا حج. حسبي الله ونعم الوكيل. بس ابني رماني ده توصل لي يعني. طب ليش رماني هوني؟ ليش رماني هوني؟ ليش رماني ابني هوني وانا في الخليل؟ بدك تروح بدك تروح على المجمع؟ 50 بدها من هون للخليل. طيب ليش ابني رماني يا عمي انا هوني؟ ما بعرف. وصل الشرطه، في شرطه هنا، وديهم بشهود.
تعرف الجيم يعني انا بغلبك هيك يعني يعني انت انا بعرفش تعرف يا توصل لي ابن رميله لهوني مش في حجي تفضل لا يا عم انت مستعجل المنظر لا حول ولا قوه الا بالله خلص حجي تفضل تكلكش يا حجي عايز تفضل تطلع معي انت على الخليل انا تطلع معي على الخليل والله لك اجر وثواب يا زلمه وين وصلت وصلوا على الخليل تطلع معي على الخليل يا عمي واحد مستعجل بس بخطك على الشرطه هم بوثوك يعني بدبروك هيو طيب أنا. اول شيء اتشكرك جدا على موقفك الرائع اللي ابكاني واحسنني وابتخذ في شباب طيب زي افضل معك برنامج الكاميرا الخفيه هاي الكاميرا ورا صغيره اصيل وكل احترام وتقدير لك تسلم يا عمي والله الدور مفتوح والله انا قصيده حاج رن علي خلص بس الدور مفتوح واللي بدك اياه احنا جاهزين فيه زي ما بنوك اللي بتوه مفتوح شماله اصيل يا عمي والله العظيم بس ليش ابن رمضان انا هوني؟ ايش؟ ليش ابن سوى معي هيك؟ ابن حقير واطي بقول لي انا في الخليل انت من الخليل يا حاج صح صحيح بتعرفني انت يا عمي مرسد احمد انت بتعرفني يا حاج مش جايب جابني شو جابك هون بقول لي ابني انا في الخليل انا في الخليل انت مش في الخليل وين ابنك وين ابنك وين الله انت نزلنا لقيت بجيك بس انا لي ساعتين لا حول ولا قوه والله اسلك لك اياه لو قلت لا حول ولا يعني ضحك علي ابني ايش ضحك علي هذا مش ابن زته زباله بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل زباله ما دام ابنك بيكذب عليك انت في الخليل وانت في رام الله انت في رام الله لا حول ولا قوة الله يا عمي انا وين؟ في رام الله يا رام الله في رام الله يا حاجي انت كم مرة شعرتنا اسمع سيبك من ابنك تعال عندي زبالة هذول زتهم لا حول ولا قوة زتهم يخلف عليك يا حاج بعض الله يا سيدي ما بنعملش الا بواجبنا يا حاج حياك الله يا حاج حاج ابنك كندرة انت بتحكي صح انت بتحكي صح والله اللي بزت ابوه ما ملوش خير اللي ملوش خير في اهله ما ملوش خير في الناس حاج حاج انت اصيل يا عمي ايش انت اصيل احنا بنعمل في واجبنا يا زلمه احنا ايش فينا تطلع معي يا عمي ايش تروح معي بروح معك على الموت قدر دبرني بس توصلني للفردات بوصلك للفردات طيب وصل حاج حاج احنا ناخذكم معنا خلاص اسمع احنا ناخذكم معنا ببرنامج الكاميرا الخفيه مقلب على الماشي يا عمي احنا كل احترام وتقدير امان ان انا بالنسبه لي اني دمعت وانت بتحكي قاعد اتشكرك جدا على وقتك الحلوه حاج عليك والله كفى يا اخوان حاج يخلف عليك يا عمي حياك الله يا حاج لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعلى الماشي اضحك شوي وبنضحكك نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي برنامجنا كوميدي وهادف برنامج كاميرا خفية برنامج لايق لي شوفوا ركز فرفش وصحصح معنا انت بس بتنعنش لا يوقع مقلب فيك لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعلى الماشي